حلقة جديدة من حلقات اي اس ال اور انجلش از سكند لانجويج. احنا زي ما نوهنا المرة اللي فاتت مجموعة المحاضرات الجاية هتكون اسايند او مخصصة للكلام عن الناتشراليزيشن او السيتيزنشيب اللي هي الجنسية. في كتير جدا ناس هيقربوا او قربوا اوريدي ان هم يقدموا الجنسية، وفي ناس اوريدي بتقدم حاليا، محتاجين يتعرفوا على الامتحان بتاع الناتشراليزيشن اللي هو الناتشراليزيشن تيست اللي فيه 100 questions 100 سؤال. وطبعا ناتشراليزيشن هي سيتيزنشيب، هي معناها الجنسية. اوكي، فالناس ديت محتاجه ان هي تعرف ال 100 سؤال دول معناهم ايه عشان تقدر تذاكر. مش هتقدر تذاكر من غير ما تكون فاهم السؤال، محتاجه تفهم ال 100 سؤال. فاحنا قلنا ان احنا هنقسم مجموعه او الحلقات او المحاضرات ديت على تو سكشنز او على قسمين. السكشن الاول هيكون مخصص لل 100 سؤال اللي هم الاسئله التاريخيه الخاصه بتاريخ الولايات المتحده وبالدستور يعني مجموعه مبادئ الديمقراطيه، الحكومه، الحاجات الخاصه بالولايات المتحده. ال 100 questions ده هياخد حوالي from 2 to 3 classes maybe more maybe less، ربنا يسهل. السكشن الثاني هيكون خاص بالابلكيشن اللي هي بنسميها N400 form اللي هي الاستماره اللي انت بتملاها علشان تقدم الناتشراليزيشن، وبتتسال فيها في المقابله. يعني هو المقابله بتبقى فيها اكتر من سكشن، بيبقى فيه امتحان اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، بيبقى فيه خاص امتحان صغير ريدنج ورايتنج، وبيبقى فيه الجزء الثالث اللي هي المقابله الشخصيه والانترفيو اللي هي بيسالك فيها في الابلكيشن في بياناتك الشخصيه. الابلكيشن او ال N400 فورم دي حوالي 20 صفحه، وفيها مجموعه كبيره من الاسئله محتاجه برضو انها تتفهم علشان تقدر تجاوب. معظمها بيتجاوب يس اور نو، بس لازم اكون فاهم علشان الاوفيسر او الشخص اللي هيقابلني في الانترفيو بتاعي يكون ممكن يحاور السؤال، فلازم اكون فاهم السؤال عشان اقدر اجاوب. وفي حلقات اللي جايه ديت النهارده والحلقات اللي جايه انا هتكلم موستلي ان ارابيك علشان دي حاجه فايتال جدا، مهمه جدا، ولازم الناس كلها تفهمها. الاسئله اللي هنبدا بيها اللي هي قلنا الناتشراليزيشن تيست، وانا هكتب بس هنا السكشن، انا مش هكتب كتير النهارده لان معظم الاسئله هتكون قدامكم. ناتشراليزيشن هي بتساوي سيتيزنشيب، الجنسيه سيتيزنشيب. فالناتشراليزيشن تيست اللي هو معناه ال 100 questions، وال 100 questions طبعا مش هتتسال فيهم كلهم، انت هتتسال في up to 10 questions. يعني ممكن الاوفيسر يكون لطيف يديك 3 or 4 questions، ممكن حد تاني يديك more، لكن maximum مش هيسألك في اكتر من 10 questions، وانت مطالب انك تجاوب من ال 10 questions دول 6 questions correct. 6 questions correct، اوكي؟ فال 6 questions correct دول لو عديت فيهم هتقدر ان انت تعدي ال naturalization test، وده بقى السكشن الاول من 3 sections الخاصين بامتحان الجنسية او بمقابلة الجنسية. انا هقرا معاكم المقدمه اللي موجوده فوق قدامكم على الورق. احنا برضو الماتيريال او الجزء ده نزلناه على الفايبر جروبس، الفايف جروبس بتوعنا، وعلى الفيسبوك بيج من حوالي يومين. انا هقرا معاكم بسرعه وهترجم المعنى، وبعدين هنمسك كويستشن باي كويستشن، هنفهم السؤال وهنفهم اجابته. الكويستشن موجود والانسر موجود. الامتحان ده بيسموه سيفكس، وكلمه سيفكس معناها مبادئ، زي ما كنا بنقول زمان في مصر التربيه الوطنيه او التربيه القوميه. كلمه سيفكس معناها مبادئ، مبادئ مدنيه للبلد. وهو حاططها between two pracs بين قوسين history and government، التاريخ والحكومه. questions for the naturalization test، the 100 civics history and government questions and answers for the naturalization test are listed below. ال 100 سؤال خاصين بالسيفكس او بالجزء الهيستوري والجوفرمنت، التاريخ والحكومه، الخاصين بالولايات المتحده باجاباتهم عشان امتحان الناتشراليزيشن او الجنسيه موجودين تحت، هيتقالوا تحت. The civics test is an oral test، هو هيكون oral لان احنا اتفقنا ان احنا we have three sections، تلات اجزاء في امتحان الجنسيه. section number one هما ال 100 questions دول، طبعا الترتيب مش مشكله، لكن اقصد ان هما 3 sections. section منهم هيكون خاص بال 100 questions اللي انت هتمتحن في 10 questions منهم، 10 questions منهم، اوكي؟ والمفروض ان احنا as I told you تجاوب على 6 questions correct. السكشن الثاني هيكون reading writing، جزء بسيط خالص. والسكشن الثالث الابلكيشن بتاعك او الانترفيو اللي هي المقابله الشخصيه. فاحنا بنقول ان الجزء ده بيكون اورال، انت الاوفيسر هيسالك الاسئله اورال وانت هجاوب عليه. It's an oral test and the USCIS، طبعا احنا كنا عارفين ال USCIS اختصار United States Citizenship and Immigration Services، مكتب خدمات الهجره والجنسيه، United States USCIS. ممكن نكتب ده، دي بنسميها مجموعة acronyms كده او اختصارات. ال U يعني United، United، وال S States،
والسي citizenship اللي هي naturalization، والاي immigration اللي هي الهجرة، والاس for services. سو لما اشوف USCIS فده مكتب الخاص بالهجرة والجنسية، United States Citizenship and Immigration Services. فهو بيقول لي ان the USCIS officer will ask the applicant up to 10 of the 100 civic questions. الأوفيسر أو القاضي اللي هيقابلك أو الشخص المسؤول اللي هيقابلك في مكتب الهجرة هيسأل الأبليكانت اللي هو أنت المتقدم لامتحان الجنسية لحد 10 أسئلة بس من الـ 100 civics questions. An applicant must answer 6 out of 10 questions correctly to pass the civics portion of the naturalization test. الأبليكانت الشخص المتقدم لامتحان الجنسية عشان يتقال إنه نجح في السكشن ده، الجزء ده اللي هو خاص بالـ naturalization test، لازم يجاوب زي ما قلنا على 6 questions correctly من الـ 10 questions. Okay. On the naturalization test, some answers may change because of the elections or appointment. هنلاقي ان في اجابات بتختلف. يعني لو الامتحان ده مثلا خدناه من كام سنه فاتوا وسالنا على البريزيدنت كان هيبقى باراك اوباما، لكن لو سالنا دلوقتي هيبقى دونالد ترامب. فاذا الامتحان الاسئله الاجابات الاسئله هتختلف على اساس الظروف اللي احنا فيها، الانتخابات، التعيينات، الحاجات دي. كلمه elections يعني انتخابات، وكلمه appointments يعني تعيينات. As you study for the test, make sure that you know the most current answers to the questions. وانت بتذاكر للامتحان اتأكد ان انت بتعرف الـ most current answers، احدث الاجابات، current يعني الحالية او الجارية للاسئلة ديت. Answer these questions with the name of the official who is serving at the time of your eligibility interview with the USCIS. هتجاوب على السؤال، لو بسألك على مسؤول معين، رئيس معين، رئيس مجلس شيوخ، رئيس زي ما هنشوف الأسئلة، رئيس مجلس نواب، whatever، فأنت هتجاوب على اسم المسؤول اللي موجود وقت دخولك الانترفيو. The USCIS officer will not accept an incorrect answer. عمر ما الأوفيسر اللي بيقابلك في مكتب الـ USCIS هيقبل أي إجابة مش صحيحة. Although USCIS is aware that there may be additional correct answers to 100 civic questions, applicants are encouraged to respond the civic questions using answers provided below. رغم ان ممكن الـ USCIS officer يقبل من اجابه اكتر من اجابه للاسئله ديت، ممكن يبقى في اكتر من اجابه، لكن يفضل ان احنا نجاوب بالطريقه اللي هنشوفها دلوقتي. احنا حالا هنشوف الاسئله، هنبدا نشوف السكشن الخاص بالامريكان جوفرنمنت او بالحكومه الامريكيه. احنا مقسمينها يعني هناخدها على 3 classes. فايتش كلاس مثلا we're gonna study about from 30 to 40 questions according to the quantity of questions and according to the size of question، كميه الاسئله وحجم السؤال. انا عايز اقول بس ان لو لقيته اكتر من نقطه فالنقط كلها صح. انت you can answer in any way of these ways، ممكن تجاوب باي طريقه من الطرق المذكوره قدامك. We have some sections. Section number A, principles of American democracy. Principles يعني مبادئ. Of American democracy، مبادئ الديمقراطية الأمريكية. Section الأولاني من امتحان naturalization test اللي بيسميها civics questions أو 100 questions. Section الأول first section اسمه principles of American democracy، أو مش اسمه، هو بيعالج principles of American democracy، مبادئ الديمقراطية الأمريكية. Question number one, what is the supreme law of the land؟ supreme law، القانون الأعظم of the land. إيه هو قانون الأعظم للأرض، لأي أرض، لأي دولة، لأي بلد؟ هو الدستور. أي بلد في الدنيا بتتحكم بالدستور. الدستور هو القانون الأعظم اللي ما ينفعش أي فرد عايش على أي أرض إنه يخترق القانون ده، أو إنه هو يغلط، ما يمشيش يعني يعصي أو ما يمشيش حسب أوامره. يبقى what's the supreme law of the land؟ it's the constitution. ما هو القانون الأعظم للأرض؟ الأرض whatever يقصد land any country، أي دولة، هو الconstitution أو الدستور. This is question number one. Question number two, what does the constitution do؟ الconstitution أو الدستور ده بيعمل إيه؟ We have three answers. You are required to provide only one answer out of these three answers. أنت مطلوب منك تحط إجابة واحدة من الثلاثة. The three answers are correct. You can choose any one of them. What does the constitution do؟ الدستور دوره إيه؟ بيعمل إيه؟ Number one, sets up the government. بيرتب الحكومة، بيزبط الحكومة، بيعد الحكومة، بيجهز الحكومة. Number two, defines the government. بيحدد الحكومة، بيحدد مين هي الحكومة، مين هم المسؤولين في الحكومة، ايه سلطات الحكومة. Or protects basic rights of Americans، أو بيحمي الحقوق الرئيسية للأمريكان. لو قلت either one of the three answers it's okay. If you can provide the three answers it will be great. يعني لو قلت واحدة من الثلاثة it is okay. You're gonna pass. لو قلت الثلاثة هيبقى أفضل طبعا. Okay, so what does the constitution do? الدستور يعمل ايه؟ Number one, أو the first possible answer أو الإجابة محتملة، it sets up the government، بيجهز الحكومة، بيعد الحكومة، prepares the government.
بيرتب الحكومه. ديفاينز ذا جفرمنت بيحدد، ديفاين يعني يعرف او يحدد الحكومه ايه هي الاوثوريتيز او المسؤوليات او responsibilities، السلطات او المسؤوليات الخاصه بالحكومه. او بروتكتس بيسك رايتس اوف امريكانز، وانا شايفه انه الاجابه الثالثه هي افضلهم طبعا، هو بيحمي الحقوق الاساسيه للامريكان. طبعا لو بيتكلم على الامريكان كونستيتيوشن، لكن الكونستيتيوشن بيحمي حقوق رئيسيه لسكان البلد اللي هو بيطبق فيها. Question number three. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are the three words? The idea of self-government. الفكرة بتاعت self-government. Self-government اللي هي الحكومة الذاتية. اللي هو الشعب بيحكم ذاته بذاته. ده بيسموه self-government. الشعب يحكم نفسه بنفسه. ففكرة الحكومة الذاتية أو إن الشعب يحكم نفسه بنفسه موجودة في أول ثلاث كلمات في الدستور. إيه هما الثلاث كلمات دول اللي هما قدامنا؟ We the people. نحن الشعب. نحن الشعب. نحن الناس، هم دول الشعب وهم دول اللي بيحكموا نفسهم، هم دول المفروض يحكموا نفسهم بنفسهم. ف this is the basic idea of the constitution, the self government, and it's summarized ملخص in these three words. وهم دول the first three words of constitution، هم دول اول ثلاث كلمات هتلاقوهم في الدستور. We the people، نحن الشعب. Question number four. What's an amendment؟ كلمة amendment طبعا احنا عارفين انه any word ending with M-E-N-T بتبقى noun. اي كلمة بتنتهي بالمقطع M-E-N-T بتبقى noun، زي كلمة development تنمية، زي كلمة development، زي كلمة enhancement او enforcement تنفيذ او تفعيل او تقوية. فال M-E-N-T دايما بتديني noun. فكلمة amend is a verb معناه to change. To change. Amend يعني يعدل او يغير. فلما اجيب النون amendment معناه تعديل او تغيير، برضه هيبقى change، لان changes can be used، it can be used either as a noun or a verb. It can be used either as a اوكي ام سوري لو كان حصل انترابشن للساوند، هيرجع حالا. مش عارفه اذا كنت محتاجه اعيد جزء ولا ايه، من اول فين انا مش عارفه الصوت. question number 3. yeah so let's start again from question number 3. The idea of self government in the first three words of the constitution. Okay, what are these words? The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? فكرة self-government أو زي ما قلت حكومة، أنا آسفة لو الصوت كان قطع في المكان في الوقت ده، حكومة الشعب بنفسه بنفسه. Self-government الحكومة الذاتية. فكرة إن أنا أحكم، إن الشعب يحكم ذاته بذاته، أو إن أنا يعني أطبق الحكومة الذاتية، موجودة في أول ثلاث كلمات من الدستور. إيه هما الكلمات ديت؟ هي we the people، نحن الشعب. نحن الشعب. Question number 4. What's an amendment? أنا قلت إن amend معناها كverb change.
ودايما عارفين ان المقطع ام اي ان تي معناه انه ده noun. Any word ending in the syllable ام اي ان تي معناه ان this word is a noun. Like the word development تنمية. Like the word enforcement تفعيل او تنفيذ. Like the word enhancement تقوية او support. ف any word ending in the syllable المقطع ام اي ان تي معناه ان ده noun. ف amend is a verb change. Amend as a noun برضو change. And change can be used either as a noun or a verb. Okay. So what is an amendment? ايه هو المقصود بالتغيير او التعديل؟ It's a change to the constitution or an addition to the constitution. Either that or either this or that. يعني ممكن اختار دي او دي. Both are correct. So it's either a change to the constitution or an addition to the constitution. يا اما تغيير في الدستور يا اما اضافه للدستور. زي ما معروف انه ظروف الحياه بتتغير. Life is changing. فكل ما ظروف الحياه بتتغير كل ما الدستور بتاع اي بلد في الدنيا محتاج انه يدخل عليه تغييرات اضافات عشان تتواءم وتتماشى وتناسب الظروف الحاليه للحياه. فاني تشينج بعمله على الدستور طبعا هو حاطط ده constitution between two pracs ان كلمه امام من معناها تشينج ان جنرال لكن now we are speaking about constitution. احنا دلوقتي بنتكلم عن الدستور. فاني تشينج done to the constitution or made to the constitution any addition made to the constitution بنسميها amendment. اي تغيير اي اضافه انا بحطها على الدستور بسميها amendment. Question number 5. What do we call the first 10 amendments to the constitution? We have several amendments in the American constitution. We have several amendments in the American constitution. عندنا تغييرات او تعديلات او اضافات عديده في الامريكان كونستيتيوشن في الدستور الامريكي. لكن what do we call the first 10 of them? بنسمي اول 10 منهم ايه؟ The Bill of Rights. ومحطوطه كابيتالايزد كلمه بيل وكلمه رايتس. انا مش بكابيتالايز البروبوزيشنز حروف الجر زي ان اون ات اوف ومش بكابيتالايز الاوتكس ديفينيت اور انديفينيت ادوات التنكير والتعريف زي ا اند ذا. انا مش بكابيتالايز الحاجات دي. انا بكابيتالايز مينلي الناونز الفيربز الادجكتيفز الادفيربز الاسماء الافعال الصفات الظروف او الاحوال. هي دي الوردز which have to be capitalized in some places او in some respects يعني بعض الاماكن. So the bill of rights كلمه بيل معناها احنا عارفين كلنا كلمه بيل فاتوره او وثيقه. Rights يعني حقوق. فده Bill of Rights وثيقة الحقوق. So we call the first 10 amendments of the American Constitution the Bill of Rights. أول 10 تعديلات اتعملوا في الأمريكان كونستيتيوشن أو موجودين في الأمريكان كونستيتيوشن بنسميهم Bill of Rights وثيقة الحقوق لأنهم خاصين بالحقوق بتوع الأمريكان أو بتوع الأمريكان بيبل الشعب الأمريكي. Question number 6. What's one right of freedom from the first amendment? One, the word one is underlined. كلمة one تحتها خط. Because you can provide only one answer. But if you know more, it's great. انت المفروض تحط إجابة واحدة عشان كده هو مخطط تحت one. لكن لو عارف أكثر it's okay عشان كده مديك كذا option. What's one right or freedom from the First Amendment? وعامل First Amendment capitalized. أول تعديل أو أول تغيير أو أول إضافة على الدستور الأمريكي. إيه حق أو حرية من الحقوق أو الحريات المتقالة فيه؟ فهو we have the right of speech. حق الكلام. You can speak up, تتكلم, express yourself, عبر عن نفسك. Number two, the freedom or right of religion, حرية أو حق العبادة, الدين. You can practice any religion or you cannot practice any religion at all. It's okay, this is freedom. تقدر تمارس أي دين وممكن ما تمارست دين خالص, أنت حر. Okay, this is freedom. دي مش حاجة, الدستور بيديك الحرية دي أو الحق ده وأنت حر. The right of freedom of assembly. Assembly معناها meeting, تجمع. من حقك تتجمهر او تتجمع بس طبعا بشكل peaceful سلمي فده حقك. The right or freedom of press حرية الصحافة حق الصحافة ان الصحافة تكتب اللي هي عايزاه. Okay, because we are in a democratic country احنا في دولة ديمقراطية. And the last one the petition the government. Petition the government معناها انك تعمل التماس للحكومة تعمل complaint. كلمة petition معناها التماس او complaint شكوى. You can offer any complaint or petition to the government. تقدر تقدم أي شكوى من أي حد من أي سلطة أو التماس للحكومة. So either one of those rights or freedoms are either one is correct and either one is one of the first amendments. The rights or the freedoms of the first amendments. أي واحدة من دول صح وأي واحدة دي واحدة من الحقوق أو الحريات اللي اتذكرت في first amendments of the American Constitution. أول تعديل في الدستور الأمريكي. So أول تعديل في الدستور الأمريكي بيدسكاس أساسا بيناقش أساسا الرights الحقوق أو liberty freedoms الحريات. إيه الحريات أو الحقوق دي عندنا كتير. Either one of them is correct. Freedom of speech حرية الكلام أو right of speech حق الكلام. Speak up, express yourself, don't be afraid, ما تخافش. Freedom or liberty or right. كلمة freedom بتساوي liberty عشان لما تقابلنا دي or دي. Freedom أو liberty معناها حرية.
وهي بتساوي رأي حق، ما الحق هو الحرية. So the right of religion, the freedom or liberty of religion, you can practice any religion, you cannot practice a religion, at all. مارس أي دين ما تمارس دين خالص, this is your right, this is your freedom, your liberty. The right or the freedom of assembly, حرية أو حق التجمع. You can gather with other people but in a peaceful way, طريقة سلمية. The freedom or right of press, حرية الصحافة, حق الصحافة. The freedom or liberty to do a petition to the government, إنك to present complaints or petitions to the government. تلتمس تعمل شكوى, don't be afraid. It's your government, دي حكومتك, قدم أي شكوى أي التماس دون خوف. Question number 7, how many amendments does the constitution have? إحنا اتفقنا إنه the first 10 amendments are called the Bill of Rights, but how many بقى? We said that we have several amendments in the American Constitution. عندنا تغييرات كتير اتعملت في الامريكان كونستيتيوشن. How many? كم تغيير? 27. This is question number 7. في ملحوظة تحت محطوط جنبها asterisk او نجمة كده. اوكي. بيقول لي معلش هنرجع الصفحة اللي قبلها لحظة واحدة. بيقول لي if you are 65 years older or above or older, يعني لو انت if you are 65 years old or older, لو انت 65 سنة او ان هما بسميهم seniors هنا او اكتر, and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, وكنت مقيم شرعي يعني معاك green card, green card holder في الولايات المتحدة لأكتر من 20 سنة, you may study just the questions that have been marked with an asterisk. انت من حقك تدرس بس ال questions اللي عليها asterisk, وهتشوفوا في ضمن ال 100 questions questions عليها asterisk, دي بيسموها علامة ال asterisk. Asterisk. Sorry, let me write again. Asterisk. ليه علامة النجمة دي. So if you are 65 years or older or above, لو انت 65 سنة فيما فوق, and you have been a permanent resident, a legal permanent resident, بسميها LPR. LPR دي اختصار legal permanent resident, يعني مقيم شرعي دايم في البلد, ودي غالبا بيبقى option تاني او يعني alternative لكلمة green card holder, حامل green card. ما انت عشان تبقى legal permanent resident لازم يكون مع green card. ف if you are a senior, that's to say 65 years old or above, and you have been an LPR, يعني legal permanent resident in the United States for more than 20 years, you will just or only study the questions with the asterisk. Question number 8. What did the Declaration of Independence do? كلمة Declaration of Independence اللي هو إعلان الاستقلال. عمل إيه إعلان الاستقلال؟ Either one of the three answers is correct. أي واحدة من الثلاثة دول تبقى صح. Number one, announce our independence from Great Britain. أعلن استقلالنا من Great Britain اللي هي بريطانيا, المملكة المتحدة. بيسموها, let me erase the point. As I told you, I will not write more. I will not write too much today. مش هكتب اكتر من كده كتير. اوكي. So Great Britain اللي هي بيسموها UK او United Kingdom, اللي هو جزء منها الدولة الأساسية هي إنجلند. طبعا عندي إنجلند وسكوتلند وآيرلند وريفر, بس إنجلند is the main country. So زي ما معظم عارف, United States كانت تابعة للGreat Britain. استقلينا عن Great Britain وعملنا Declaration للIndependence ده, وده اللي أعلن استقلالنا. So the Declaration of Independence, number one, announced our independence from Great Britain, أعلن عن استقلالنا عن المملكة المتحدة أو عن بريطانيا العظمى. Declared our independence, هي announced, هي declared. لو قلت either this or that, هي الاثنين صح. يا إما announced أعلن, يا إما declared صرح باستقلالنا عن بريطانيا العظمى. يا إما number three, said that the United States free from Great Britain. قال إن الولايات المتحدة دلوقتي حرة من بريطانيا العظمى. So either one of the three answers is correct. يا إما قلنا هي the declaration of independence, announced our independence from Great Britain. يا إما declared our independence from Great Britain. يا إما said that we as Americans are free from the Great Britain. أعلن أو صرح استقلالنا عن بريطانيا العظمى, أو قال إن إحنا أحرام من بريطانيا العظمى. Question number 9. What are two rights in the declaration of independence? حقين أو حريتين في إعلان الاستقلال. حقين أو حريتين في إعلان الاستقلال. هو مديني 3, فانت you have to provide 2 or more, بس not less than 2, مش اقل من 2. ايه الحريتين او الحقين اللي اعلن عنهم اعلان استقلالنا عن المملكه المتحده او عن بريطانيا العظمى؟
اه هي طبعا وقتها ما كانتش اسمها المملكه المتحده، دلوقتي بقى اسمها اليونايتد كينجدم، المملكه المتحده لما دخل مع انجلاند ايرلاند وسكوتلاند، هي زمان كان اسمها بريطانيا العظمى جريت بريتن، عشان كده مسميها جريت بريتن وقتها، وقت ما حصل الاندبندنس كان اسمها جريت بريتن. عايزه حقين او حريتين تتضمنهم الديكلاريشن اوف اندبندنس، لايف ذا رايت اوف لايف، حق الحياه، وي هاف ذا رايت اوف لايف، ان احنا نعيش في بلدنا بحريه، ليبرتي الحريه، ما انا قلت ليبرتي از ان ايكوفلنت تو فريدم، هي زي فريدم، الحريه، من حقنا نعيش احرار. نمبر 3 بيرسيو اوف هابينس، كلمه بيرسيو معناها البحث، البحث عن السعاده. سو ان ذا ديكلاريشن اوف اندبندنس وي هاف سيفرال رايتس، ده رايت اوف لايف، حق الحياه، ده رايت اوف ليبرتي، حق الحريه، وي ار فري، وي ار فري، وي ار نوت belonging to any other country، احنا مش تابعين لاي بلد ثانيه، and the pursuit of happiness، البحث عن السعاده. Question number 10 what's freedom of religion، يعني ايه حريه الديانه؟ احنا لسه قايلينها من شويه، you can practice any religion or not practice a religion at all، انت ممكن تمارس اي دين او ما تمارس دين خالص، انت حر، you are free، that's your own freedom، that's your own right، that's what's implied in freedom. احنا معروفين ان احنا هنا in USA we are the country of freedom، we are the country of democracy، احنا بلد الحريه والديمقراطيه. Question number 11 what's the economic system in the United States، ايه النظام الاقتصادي الايكونوميك اللي ماشي عليه الولايات المتحده؟ capitalist economy اللي هو الاقتصاد الراسمالي، ان يكون في capital راس مال، and market economy whatever either one is correct either this or that، ده او ده الاثنين صح، لو قلت capitalist economy هي يا market economy، اقتصاد السوق او اقتصاد الراسمالي، this is the economic system follow in the United States، ده النظام الاقتصادي المتبع في الولايات المتحده. Question number 12 what's the rule of law، يعني ايه رول، يعني قاعده، ولو يعني ايه المقصود بكلمه رول اوف لو، قاعده القانون، او بعباره رول اوف لو، قاعده القانون. Either one of these four answers is correct، اي واحده من الاجابات دي هيبقى صح. Number one everyone must follow the law، اي واحد لازم يتبع القانون. Or leaders must obey the law، القاده نفسهم لازم يتبعوا القانون او يطيعوا القانون. Government must obey the law، الحكومه نفسها لازم تطيع القانون. او تولري بقى اجازا no one is above the law، ما فيش حد فوق القانون. So either one is everyone، يقصد البيبل، الشعب والجوفرنمنت والليدرز، كلمه everyone مقصود بيها الشعب، الحكومه، القاده، كل واحد لازم يطيع القانون. Everyone in the United States must follow the law of the United States. Leaders, government, officials, the president himself must obey the law، لازم يتبع القانون، او no one is above the law، ما فيش حد فوق القانون. انا في رايي انه the last one is summarizing all answers، ان هي ما فيش حد فوق القانون. احنا نمبر A سكشن A كان principles of American democracy او democracy of the United States، السكشن اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي كان مبادئ الديمقراطية الامريكية. السكشن الثاني system of government، يا ترى الحكومة ماشية ازاي. question number 13 name one branch or part of the government، وهتلاقوا asterisk، احنا اتفقنا انه الاسترسك ده او النجمة دي خاصة بالناس السينيورز 65 years old or above، الناس اللي عندها 65 سنة او اكتر مش هتذاكر غير الاسئلة اللي عليها الاسترسك بس، طبعا هم بيخففوا عنهم لان طبعا عشان سنهم. ف name one branch or part of the government، name يعني اذكر، mention list قول، واحد فرع واحد او جزء واحد من الحكومه، اي فرع من الحكومه، الحكومه فيها many parts او several parts several branches، فيها اجزاء وفروع كتير. اول حاجه جزء من الحكومه ده congress، هيئه الكونجرس. تاني حاجه ده legislative، I'm sorry ده legislative يعني تشريعي، legislative يعني تشريعي، the legislative branch الفرع التشريعي الخاص ب legislating the laws اللي بيشرع القوانين ويسن القوانين، the president الرئيس، ما ده جزء من الحكومه، the executive السلطه التنفيذيه في الدوله، ما دي جزء من الحكومه، the courts المحاكم، the judge اللي هي الناحيه القضائيه او الهيئه القضائيه، ما دي برضو المحاكم جزء منها، اوكي اللي بتطبق اللي بتقضي بالقانون، يعني احنا عندنا هيئه بتشرع القانون بسميها legislative، وعندنا هيئة بتنفذ القانون بسميها اكزيكتيف، وعندنا هيئة هي اللي بتحكم بقى، بتحكم في القضاء لو في اي منازعات بنسميها الجادجل. So name one branch or part of the government، اذكر اي فرع، وفرع واحد او جزء واحد، لو انت قلت كتير اتس اوكي بس لازم تقول واحد من الحكومة. The Congress it's a part or a branch of the government، the legislative authority السلطة التشريعية اللي بتعمل legislation للaws بتشرع القوانين، the president الرئيس، the executive authority السلطة التنفيذية اللي هي برضو هتبقى الرئيس زي ما هنشوف دلوقتي، the courts المحاكم اللي هي برضو تابعة لحاجة اسمها the judicial authority اللي هي السلطة القضائية. question number 4 what stops one branch of government from becoming too powerful، اللي بيوقف اي فرع اي جزء من الحكومة ان يبقى very powerful، too معناه very very، يبقى عنده نفوذ قوي او متسلط قوي، اللي بيخلي اي سلطة من السلطات اللي قلناها دي ما تبقاش
مهيمنه او مسيطره على الدوله او تبقى عندها، لان احنا في بلد حريه بلد ديمقراطيه، ما ينفعش هيئه معينه تتسلط على باقي الدوله والا خلاص يبقى مش هنبقى دوله ديمقراطيه. فايه اللي بيوقف او بيحد من ان في فرع بيبقى تو باورفل، فيري باورفل، نفوذه قوي؟ يا اما اقول تشيكس اند بالانسز، انه بيحصل تشيكس وبالانسز، بمعنى ان دايما في تشيك اب، في تفتيش وفي فحص، ودايما في بالانس، ان كل هيئه في بالانس بينها وبين الثانيه، بقى ماشيين بارلل، ماشيين يعني متوازيين لبعض. يا اما سيباريشن اوف باورز، فصل القوات، ان كل اوثوريتي ملهاش دعوه بالاوثوريتي الثانيه. ايتش وان از كوريكت، او ايذر وان از كوريكت. عايز تقول يعني ايذر وان از كوريكت اتس اوكي؟ اه يعني لو قلت وان انسر اوكي، لكن لو قلت تو انسرز اتس بيتر. اوكي، بحيث ده ممكن يعني يديك مارك. انا مش عارفه الجريدنج بيبقى ازاي، بس هو المفروض انك تقول واحده، لكن لو قلت الثانيه معاها اوف كورس ات ويل بي بيتر. يعني question number 15, who is in charge of the executive branch؟ مين المسؤول عن الفرع التنفيذي او السلطه التنفيذيه؟ ده بريزيدنت، الرئيس. التنفيذ الاعلى هو الرئيس، ده بريزيدنت. question 16, who makes the federal laws؟ احنا اتفقنا last class ان انا عندي حاجات بتبقى اسمها federal وحاجات اسمها state. في عندي federal laws وفي حاجات اسمها state laws. الفيدرال لوز هي خاصه باليو اس جوفرنمنت، هي دي قوانين خاصه بالحكومه الامريكيه in all states. دي حاجه كده بتبقى overwhelming، يعني مهيمن على كل الستيتس. لكن الستيت لوز هتلاقي قوانين خاصه بكاليفورنيا، قوانين خاصه بفلوريدا، بتكساس، كل ولايه بيبقى لها قوانين خاصه في مجالات معينه، لكن في حاجه فيدرال على الكل. ف وات ام سوري question 16, who makes federal laws؟ مين بيحط الفيدرال لوز اللي خاصه باليو اس كلها؟ الكونجرس. اوكي، الكونجرس از اوكي. سيني، سيني اللي هو مجلس الشيوخ، كلمة سيني مجلس الشيوخ. And House of Representatives مجلس النواب. US or National Legislature اللي هو المشرع. Either one is okay, but I think in this question we have to provide the three answers. In this question, in question 16, we have to memorize and know and answer the three answers. لازم، أنا شايفة إن التلاتة أوكي، لكن في question ده بالذات أنا شايفة إن أنت المفروض تحفظ أو تعرف التلاتة. الكونجرس، هيئة الكونجرس دي بتحط الفيدرال لوز معاها، مش دي أو دي، ده هما complementary، بيكملوا بعض. سيني مجلس الشيوخ and House of Representatives مجلس النواب. الـ US Legislature المشرع الأمريكي أو الناشونال. Question 17. What are the two parts of the US Congress? A Congress هنا is divided into two parts. Congress هنا هيئة الكونجرس متقسمة لاتنين. هو زي عندنا البرلمان، الكونجرس حاجة زي البرلمان، مجلس الشعب أو حاجة. فهنا له two branches. له two branches. السينيت مجلس الشيوخ و House of Representatives. زي ما عندنا هناك البرلمان مجلس الشعب وفي مجلس الشورى. فهنا برضو الكونجرس اللي هو زي البرلمان بيبقى فيه تو سكشنز، حاجه اسمها سينيت مجلس الشيوخ وحاجه اسمها هاوس اوف ريبريزنتيفز اللي هو مجلس او بيت النواب، دار النواب، زي بيت الامه كده زمان. question 18, how many US senators are there؟ senators اللي هو members in the senate، كلمه senators members in the senate، يعني اللي هم الاعضاء اللي في مجلس الشيوخ اسمهم senators ونفتكرهم بالسينيورز، شيوخ. ف how many US senators are there؟ يا ترى في كام عضو في مجلس الشيوخ في امريكا؟ 100، تخيلوا 100 members in the Senate، in the US Senate، 101 عضو في مجلس الشيوخ. والملحوظه اللي تحت هي if you are 65 years old or above you have to know only the questions with the asterisk. لو انت 65 سنه او فما فوقش، الناس اللي ما سمعوناش هتذاكر بس الاسئله اللي جنبها asterisk. وشفنا كذا سؤال كده question مثلا 20 هتلاقوا جنبه asterisk. الاول let's start with question 19. We elect a US senator for how many years؟ elect يعني ننتخب، الالكشنز الانتخابات، احنا بننتخب اليو اس سينيتور عضو مجلس الشيوخ في امريكا لكم سنه؟ الانسر 6 years، يعني اكتر من البريزدنت. البريزدنت بيقعد 4 years، السينيتور هو عضو مجلس الشيوخ بيقعد 6 سنين. اوكي، question 20, who is one of your state's US senators now؟ واحد من اعضاء مجلس الشيوخ الان. طبعا هنا الاجابه هتختلف، لان في ولايات ما عندهاش سينيتس، في ولايات حصل تغيير في الابوينتمنتس في التعيينات وتغيروا السينيتس، فهو كاتب لك حتى answers will vary، الاجابات هتختلف. طبعا احنا بنخاطب ناس في ولايات كتير وفي ناس بره امريكا خالص، فاحنا كل ولايه it depends حسب ظروف الولايه، فاحنا هنشوف كاتب ايه. answers will vary، الاجابات هتختلف. district of columbia اللي هي واشنطن دي سي مثلا، دي ولايه. residents المقيمين في واشنطن دي سي اللي هي district of columbia state، و residents of US territories والمقيمين في اراضي امريكيه معينه should answer the DC. ده دي سي هيجاوبوا بان الدي سي or the territory where the applicant lives has no US senators. فنقراها تاني عشان هي لفه شويه.
هو في الاول خالص قال لي answers will vary، يعني الاجابات هنا will be different. vary معناها تبقى various. Question number 21. The House of Representatives has how many voting members? بيت الشيوخ sorry I'm sorry بيت النواب مجلس النواب او مجلس النواب بيت النواب او مجلس النواب عنده how many voting members؟ كم عضو ممكن يعملوا voting تصويت؟ كم عضو مصوت؟ 435 435 members who have the right of voting، عندهم حق التصويت في ال House of Representatives. يبقى مجلس او بيت النواب عنده 435 عضو بيعملوا فورينج تصويت. Question 22. We elect a US representative for how many years؟ احنا اتفقنا انه اليو اس سينيتور 6 years اللي هو عضو مجلس الشيوخ بيقعد 6 سنين. طب عضو بيت النواب في امريكا 2 years only 2 years. اوكي. Number 23. Name your US representative. برضه الاجابات هتختلف عشان كل واحد يقول مين هم اعضاء بيت النواب او مجلس النواب من ولايه لولايه، فكاتب answers will vary will be different. Residents of territories with non-voting delegates or resident commissioners may provide the name of that delegate or commissioner. الناس اللي قاعدين في ولايات او في اراضي، كلمه territories معناها اراضي او يقصد ولايات، اللي ما عندهمش delegates نواب، كلمه delegates معناها مفوضين او نواب، or resident commissioners او برضه نواب، may provide the name of that delegate. قولوا اسم الديليجيت او كوميشنر ده. Also acceptable is any statement that the territory has no voting representatives in Congress. طبعا الاجابه دي كلها لفه، لكن المختصر انه كل state هتختلف حسب الريبريزنتيفز. انت اسال مين اعضاء الهاوس اوف ريبريزنتيفز اللي في ولايتي واعرف واحد او اثنين. يعني هو عايز، هو بيبقى واحد بس في الريبريزنتيف، يعني كل ولايه بتبقى ليها ريبريزنتيف واحد، وفي ولايات ما لهاش، كل ولايه بيبقى ليها ريبريزنتيف واحد عضو. يعني الهاوس اوف ريبريزنتيفز Who does a U.S. senator represent? يا ترى عضو مجلس الشيوخ بيمثل مين؟ بيمثل الشعب. All people of the state. Number 25. Why do some states have more representatives than other states؟ ليه بعض الولايات بيبقى فيها representatives اكتر؟ اتفقنا ان كل ولايه بيبقى فيها representative واحد، لكن في ولايات فيها اكتر، فيها 2 or 3. ليه؟ Either one of these questions، okay، either one of these questions I'm sorry انا I'm just focusing on the answers. Either one of these questions is correct. We'll be back in 2 or 3 seconds. We're back. Sorry احنا كنا بنحاول ن adjust the sound system، نظبط ال sound system عشان بيقطع. Again question number 25. Why do some states have more representatives than other states؟ ليه بعض، احنا اتفقنا in most states بيبقى ال state فيها one representative، لكن some states has more than one representative، 2 or 3. Why؟
Why do some states have more representatives than other states? ليه بعض الولايات فيها representatives أكثر؟ هتلاقي three answers و either one is correct. المرة دي ممكن أي واحدة من الثلاثة. يا إما تقول because of the state's population بسبب سكان ال state، يا إما because they have more people لأن ال states دي فيها more people، يا إما because some states have more people than others. يا إما نقول because of the state's population أو according to the state's population أو it depends on the state's population، بيعتمد على عدد سكان الولاية. كل ما عدد يكبر كل ما هنحتاج representatives أكتر، هنحتاج نواب أكتر في مجلس النواب أو في بيت النواب. يا إما because some states have more people، يا إما some states have more people than others. يعني each one هي the same. Question 26. We elect a president for how many years? All of us know that the president is elected for a term of four years and he can serve for two terms. Again, all of us know that US president, رئيس الولايات المتحدة, is elected for 4 years, okay, a term of 4 years, يعني فترة كلمة term معناها فترة رئاسة. Term زي الترم في الجامعة كده. Okay, a term of 4 years and he can serve for two consecutive or non-consecutive terms. ممكن يخدم دورتين متتاليتين أو غير متتاليتين، يعني totally 8 years. Okay, فإحنا نعرف إن هو for how many years? 4 years, the term الواحد, for each term. Question 27. In what month do we vote for president? نفتكر كده مع بعض بنعمل الفوتنج او التصويت للرئيس الانتخابات امتى؟ in November, في شهر نوفمبر. 28. What's the name of the president of the United States now? ايه رئيس الولايات المتحده دلوقتي؟ طبعا هو حاطط 3 answers، هو رئيس واحد بس هو كاتب الاسم باكتر من طريقه، يا اما نقول full name الفيرست والميدل واللاست، يا اما first ولاست باس، يا اما لاست باس. فهو كاتب الفول نيم دونالد جي ترامب. First, second, دايما السكند بيكتب initial الحرف الاول بس، وثيرد يا اما الاسم الفيرست واللاست دونالد ترامب، يا اما اللاست نيم ترامب. He is the president of the United States right now. 29. What's the name of the vice president of the United States now? Vice president هو نائب الرئيس. نائب الرئيس. ايه نائب الرئيس دلوقتي؟ برضه عامل هو just one person، لكن معمول برضه يا اما full name first والميدل initial واللاست، يا اما first last، يا اما last بس. فكاتب مايكل ار بنس، مايك على اساس النيك نيم بتاعه، بنس بس اللي هو اللاست نيم بتاعه. If the president, question 3, if the president can no longer serve, who becomes a president? لو ال president مش قادر دلوقتي يخدم. For some reason, he is sick, مريض. He is traveling for a long time. He has some issues, بعض المشاكل. Who becomes president? مين اللي هيبقى مكانه رئيس؟ The vice president, نائب الرئيس. طب شوفوا question 31. If both the president and vice president can no longer serve, who becomes president? طب لو الرئيس ونائب الرئيس for some reason مش قادرين الاثنين يخدموا، حصل اي مشكله اي حاجه، اوكي، والترم لسه ما خلصش، مش قادرين نعمل انتخاب جديد، الترم الفور ييرز لسه ما خلصش، نعمل ايه؟ مين اللي هيخدم؟ هنلاقي ذا سبيكر اوف ذا هاوس. الهاوس المقصود بيه طبعا الوايت هاوس ان واشنطن اللي هو البيت الابيض، فمتحدث البيت الابيض هو اللي بيبقى رئيس في الفتره دي. ذا سبيكر المتحدث اوف ذا هاوس، بنسميه سبيكر او سبوكسمان. سبوكسمان برضه يعني متحدث. سبوكسبيرسون او سبوكسمان. المتحدث هو سبوكس بيرسون افضل، اصل ممكن مان اور وومن، ممكن تبقى متحدث هي اللي بيبقى او هو اللي بيبقى البريزيدنت في الوقت اللي مش قادر فيه البريزيدنت والفايس بريزيدنت يخدمه. كويشن 32. هو از ذا كوماندر ان تشيف اوف ذا ميلتري؟ كلمه كوماندر ان تشيف القائد الاعلى اوف ذا ميلتري، القوات المسلحه او الجيش. مين هو القائد الاعلى للقوات المسلحه؟ ده بريزيدنت، زي مصر بالظبط الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحه. اوكي. كويشن 33. هو ساينز بيلز تو بيكام لوز؟ مين اللي بيوقع البيلز؟ قلنا كلمة بيل معناها هي معناها الأساسي فواتير، بس هنا في لغة الكونستيتيوشن الدستور بيبقى معنى بيل إيه؟ ميثاق أو وثيقة. مين اللي بيوقع الوثائق عشان تصبح قوانين؟ ده بريزيدنت. إحنا هنتوقف هنا، دي الماتيريال اللي أنا بعتها لحد كويشن 33. نكست تايم إن شاء الله هحاول أكتر شوية من الكويشنز، أوكي؟ بحيث تاخد وقت أطول لأن الكويشنز اللي جاية هتبقى سهلة. أي هوب إن أنتوا تكونوا استفدتوا بالجزء ده، وفي كومنتس جاية حد بيقول انا عندي امتحان الجنسيه بعد شهر وعايز اعرف تفاصيل الامتحان وانني ازاي استعد علشان اخدها من اول مره. زي ما اتفقنا انه احنا الجنسيه امتحان الجنسيه 3 سكشنز، سكشن منهم هو السكشن اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو ال 100 كويستشنز بنسميها سيفكس كويستشن. سكشن تاني بيكون ريدنج اند رايتنج تيست، بيبقى فيري ايزي، يعني الناس اللي عندها انجلش بسيط هتعرف تعديها. السكشن الثالث هو اعتقد في نظري ان هو اصعبهم، يعني دي مش حاجه متذاكره. هو الابلكيشن بيبقى مكتوب قدامك بياناتك الشخصيه، بس هو ممكن الاوفيسر من حقه مش من حقه يسال سؤال بره الابلكيشن، لكن من حقه يساله بطرق مختلفه. فاللي ما عندوش انجلش كويس مش فاهم كويس الاسئله ممكن ده يقع في الحته دي لا قدر الله. فاحنا هنحاول نغطي
كله طبعا الريدنج ورايتنج احنا مش هنغطيه لان اوريدي ريدنج ورايتنج دي حاجه مكتسبه من خلال الكورس بتاعنا. احنا طول ما احنا في الكورس بنريد ونرايت، لكن احنا هنغطي التو سكشنز الاساسيين اللي هم ال 100 كويستشنز اللي هم السيفكس كويستشنز اللي احنا عملنا منهم دلوقتي 33، والجزء الثاني اللي هو اللي بنسميها الان 400 فورم اللي هي الابلكيشن او الانترفيو بتاعك اللي هو في نظري اصعبهم يعني. بقدر الامكان احاول اغطيهم في اقل عدد ممكن من واتمنى ان الجميع يتوفق في الامتحان وربنا معاكم ان شاء الله. سي يو نيكست ويك مع مزيد من الاسئله في الناتشراليزيشن تيست.